الصين تقف أمام مفترق طرق، هكذا وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. جورجيفا أوضحت أن بكين عليها أن تختار بين السياسات السابقة أو الإصلاحات المؤيدة للسوق لتسريع حل أزمة سوق العقارات وتعزيز الاستهلاك والإنتاجية ودفع النمو. رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ من جانبه قلل من مخاوف المستثمرين إزاء المخاطر في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية، وأكد أن بكين تكثف دعمها السياسي لتحفيز النمو، وأن الخطوات المتخذة للحد من المخاطر في تلك المجالات أظهرت تطوراً إيجابياً. بكين تواجه عدة تحديات على المدى الطويل، من بينها الانكماش العقاري الممتد وتراجع الاستثمار المباشر الجديد للشركات الأجنبية في الصين إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاما في العام الماضي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. في غضون ذلك يعد المسؤولون بالصين بتسهيل الوصول إلى الأسواق أمام الشركات الأجنبية ودفع الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمار في التصنيع والبنية التحتية، لكن الاقتصاديين يدعون بكين إلى بذل المزيد من الجهد لتحفيز الطلب المحلي. وبينما شهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بداية عام قوية، حيث تجاوز نمو الصادرات والإنتاج الصناعي والاستثمار التوقعات، يرجح المحللون تباطؤ الاقتصاد بشكل أكبر على المدى المتوسط على خلفية الانكماش العقاري والتراجع الديموغرافي.